سيد الرئيس، شكرا. سيد نائب المحترم، الفعل تعلمون أنه الحكومة تهتم بهذا المحاور الرئيسية وخاصة في الوسط ديال الأطلس، وهذا المحور الطرقي ديال تنغير بني منال كما تفضلتم هو فيه جوج ديال المحاور مركزية جهوية، طريق الجهوية 317 واللي بالفعل بين إيميل شيرو والقصيبة، وتتعرفوا على أنه من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 120 الآن كاين برنامج ديال الاشتغال على التقوية والتوسعة في إطار الشراكة اللي كاينة مع المجلس الجهوي ومع الوزارة ديال الداخلية. حنا تنشتغلوا اليوم على المقطع ديال من 10 كيلومتر إلى 25، والمقطع ديال 25 120 كيلومتر تنشتغلوا عليه أيضا في إطار المستقبل. وكاين الطريق الجهوية الأخرى اللي تتكمل هذا المقطع ديال تنغير بني ملال، وهي إيميل شيل تنغير، واللي بالفعل كاين هناك دراسة ديال التوسيع وديال التحسين على 112 كيلومتر بمبلغ ديال 35 مليار سنتيم. وتتعرفوا على أنه اليوم رحنا تنشتغلوا على اتفاقية مع الأطراف الفاعلة أساسا المحلية وأيضا مع الوزارة، ونحن مقبلون على توقيع الاتفاقية، ومباشرة بعد الاتفاقية توقيع الاتفاقية سيبدأ الإعداد للعمل على هذه الدراسة في هذا المقطع ديال إيميل شيل تنغير. شكرا الرئيس. لا بالفعل تكلمتي على الإجماع ديال الفاعلين والمنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين، ونحن أيضا في الحكومة في إطار هذا التفاعل قلت لك نحن مقبلون على إتمام الدراسة في إطار الشراكة اللي الحمد لله جميع الفاعلين هم مستعدين باش يوقعوها، ومباشرة سينطلق العمل، لأنه كما تفضلتي السيد النائب المحترم هذه المنطقة ديال بني ملال في هذه الجهة غادي تكون محور تنموي حقيقي، وحنا على صعيد البنية التحتية وأيضا الربط اللي هو الجوي والربط السككي ثم الربط أيضا عبر الطرق السيارة وغيرها أن محور ديال التفكير في المستقبل على أساس أنه هذه الجهة تولي من الجهات المحورية على الصعيد.